رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة والتي منها. يقول السائل: وصت خالتي بإخراج شقتها التمليك وهي كل أملاكها لجمعية أيتام أو للأوقاف، وليس لديها ورثة غير إخوانها، هل نعمل بالوصية؟ أقول: لا يعمل بالوصية، إنما الذي يمضي من الوصية هو الثلث فقط، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. فإذا وصت المرأة بكل تركتها الذي يمضى من الوصية هو الثلث فقط، والله أعلم. يقول السائل: وصى أب بعدم دفن أي أحد على الإطلاق معه حتى أبناؤه، هل يجوز العمل بالوصية؟ وذلك لأنه على خلاف مع أقربائه وليس مع أبنائه، فوصى بعدم دفن الجميع حتى لا يغضب أقربائه. أقول: وبالله التوفيق، إذا كان هناك متسع في القبور أمضيت وصيته، وإذا لم يكن هناك متسع في القبور فلا تمضى وصيته آنذاك، والله أعلم. يسأل يقول: هل يجوز لامرأة مصرية تعمل ببلد عربي لوحدها أن تحج بدون محرم من هذا البلد مع صحبة آمنة وهو حج الفريضة؟ نعم، يجوز ذلك عند جمهور العلماء، يجوز للمرأة أن تحج حجة الفريضة مع الرفقة الآمنة، والله أعلم. تقول: إنها حائض من أول ذي الحجة إلى السابع، وأخاف أن آخذ دواء لأنه ممكن أن يحدث نزيف، ماذا أصنع؟ هل أهل بحجة فقط أم ماذا؟ أهلي بالذي تريدين واشترطي، أهلي بالذي تريدين واشترطي، فإذا هللت بالحج فستفعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، وإذا أهللت بعمرة ودخل عليك يوم التروية وأنت لم تطوفي أدخلت الحج على عمرتك كما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها، ولا شيء عليك آنذاك. يقول: ما معنى قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أليس شهر ذي الحجة فقط هو شهر الحج؟ لا، إنما معنى قوله الحج أشهر معلومات أي أن الحج يبدأ وينعقد في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز للمرأة اللي تتحمى وتغير ثيابها وتسرح شعرها وهي محرمة ولا لا؟ يجوز للمرأة أن تغير ملابسها وهي محرمة، أما غسيل الشعر فإن كان الشعر لن يتساقط جاز لها غسله، أما إن كان يتساقط فلا. بارك الله فيك. أما إذا أجنبت اغتسلت، والغسل أصلا جائز لها، لكنها تحذر من أن يتساقط منها شعر. بارك الله فيك. يقول: لماذا علماء المسلمين
لم يبحثوا عما في القرآن على ما في القرآن من إعجازات علمية. التوفيق من الله وبالله. يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة من غير جورب؟ صلاة المرأة من غير جورب صحيحة مع الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا لي سؤال بسأل حضرتك فيه. الصوت ضعيف. ألو. نعم. أنا حضرتك أم، ربيت 3 بنات ومنهم بنتي في كلية، وأول ما وصلت في الكلية بنتي تعلمتيها حبت تكسر عليا وبقيت أبوس إيديها ورجليها عشان نمشي. نعم نعم. كل شيء. الصوت غير واضح. ألو. يا إخواني. أم لثلاث بنات، واحدة منهم وصلت الكلية. أيوة. بنتي أول ما وصلت الكلية داست عليا وكنت ببص إيديها ورجليها عشان نمشي بمهارة السير، وأول ما جيت أنصحها افتدت عليا ولجأت لأبوها اللي هو ما صرفش عليها شيلين لأنه مساعدها على عمل الفسق وقلة الأدب. فإيه موقفي في الوقت ده بعد ما راحت عند أبوها ولجأتني؟ رديها لأبيها إذا كان أبوها على قيد الحياة وهي تطاولت عليك، رديها لأبيها بس. يقول: ما حكم تعاملك لإنسان معاملة حسنة بس أنت من داخلك لست بمسامحه وتكرهه؟ هل هذا نفاق؟ ليس بنفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، والله أعلم. يقول: زكاة الفطر هل تجزئ فيها النقود؟ لا، أخرجها من الأصناف التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز تأخير الحج خوفا على الطفل الرضيع مع العلم بعدم وجود مكان آمن لتركه فيه؟ نعم، يجوز تأخيره لهذه العلة، والله أعلم. يقول السائل: هل حب غير المسلمين من أهل الكتاب على نوعين، شرعي وغير ذلك؟ نريد التوضيح. نعم، الحب منه حب جبلي كالزوج الذي متزوج بامرأة نصرانية ويحبها لجمالها أو لحسن معاملتها له، فهذا الحب لا شيء فيه. أما الحب الشرعي الممنوع هو الحب الممنوع الذي لا يجوز، وأن تحب ما هي عليه من الدين، أي تحب الكفر الذي هي عليه، فهذا محرم بلا شك. يقول: ما حكم من أحس في صلاته بشيء في معدته كالهضم وكان ذلك بصوت، إذا لم يخرج من الدبر فلا شيء عليه، إذا كان مجرد أشياء تحدث في بطنه ويسمع لها صوت فلا شيء عليه، والله أعلم. هل يجوز معاشرة الزوجة وهما عاريان؟ نعم، يجوز ذلك مع الكراهة، وذلك لحديث: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. هل يا شيخ إذا حلفت عدة مرات على شيء يعني مش هعمل حاجة معينة وعملته عدة مرات كم كفارة عليه إخراجه؟ نعم. حلفت على شيء لم أفعله أبدا عدة مرات. حلف على فعل شيء أو على تركه عدة مرات عليك كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه واحد،
يعني إذا قلت والله لا أسافر، والله لا أسافر، والله لا أسافر، كفارة واحدة. بارك الله فيك. أعود قائلا: ما حكم من جامع زوجتهما عريان؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل عريانا قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس، وقبله: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هل يستحب ختم القرآن يوم عرفة؟ لم يرد في ذلك هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما التفرغ للتكبير والتهليل والدعاء والتلبية أولى، والله أعلم. هل يجوز للحيض أن تدعو بدعاء الاستخارة بدون صلاة لكونها لا تستطيع الانتظار حتى تطهر؟ أما الدعاء فجائز، فإن دعت دعاء الاستخارة بدون صلاة لكونها حائض جاز لها هذا الدعاء، وجاز لها غير من الأدعية كذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم صوم يوم الجمعة منفردا؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. ففي النافلة لا تصوم الجمعة منفردا، أما في الفريضة إذا كانت أيام عليك جاز لك صيام الجمعة منفردا لما ترك من الفريضة، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ مصطفى. نعم. ابني تزوج من سنة ونص وحصلت مشاكل، زوجته رفع عليه قضية خلع، وإحنا كنا كاتبين مؤخر 30,000، وكنا كاتبين لها قايمة، القايمة اشترطوا إن الشبكة تبقى فيها، والقايمة ب40,000 جنيه، فعايزين نعرف حقها الشرعي، لأن إحنا سألنا دار الإفتاء بيقولوا حسب ما القاضي يحكم. ومتشكرين، والسلام عفوا عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل بها ابنك دخل أو لم يدخل؟ لا لا، داخل وقعد معها سنة ونص. إذا كان هو المطلق، إذا كان هو المطلق، لا هو ما طلقهاش، يعني هي عايزة تخلعه. إذا كان رفعت قضية خلع حضرتك، ما الخلع لازم ترد إليه الصداق أو ما يتفقان عليه. رفعت قضية خلع. أيوة. أنا ممكن أقفل وأسمع حضرتك من التلفزيون؟ لا حرج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهناك فارق بين الخلع والطلاق المسبب للضرر. فالخلع إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها ردت إليه الصداق الذي أعطاها إياه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس لما قالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، قال: يا ولكني لا أستطيع الكفر في الإسلام، لا أرضى بالكفر في الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها، فردت إليه الحديقة أي المهر الذي كان أعطاها إياه. هذا إذا كان خلعا، وإذا تراضيا على جزء من المهر فلا بأس بذلك أيضا، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. لا تحتاج أنك سأسأل في الطلاق يا عم الشيخ. صوت غير واضح. هسأسأل في الطلاق. اسألي تفضلي. أنا زوجي اتصل عليا بالتليفون وقال لي أنا طلقتك، وهو لم يطلق. ثاني مرة قال أمام إخوتي أنا طلقتها خلاص. ثاني مرة. إيه. ثالث مرة قال والله هطلقك، اصلا انا مطلقك وانا سميت ان انا هطلقك. لا والله هطلقك. والله
هطلقك. اصلا انا هطلقك. ايوه. وانا اتمنى ان انا هطلقك. نعم. سؤال تاني يا عم الشيخ. طيب لحظة، خذي الأول السؤال الأول مهم، ده أنت مشكلتك كبيرة يعني. الأول أنا طلقتك محسوبة تطليقة، قوله لإخوانك أنا طلقتها وإن كان كاذبا، قول الرجل لامرأته أنا طلقتك محسوبة تطليقة، وقوله لإخوانك أنا طلقتها محسوبة تطليقة، والقول الثالث والله أطلقك، أصلا أنا مطلقك، ينظر إلى نيته فيها، إن كان قصد أنه طلقك فعلا ستكون الثالثة فيسأل فيها. بارك الله فيك. ما السؤال الثاني؟ يعني عليك تطليقتان والثالثة يسأل فيها الزوج. طب إذا كان بيقول نيته مش طلاق. لا، أنا طلقتك لا تحتاج إلى نية. لا، في الأخيرة. خلاص الأخيرة لا تحسب إذا قال نيتي ليست طلاق. بيقول نيتي مش طلاق. خلاص انتبه انت، هو ما تعشوش في الحرام يا اختي انت. وهل المفروض ان انا اصدقه على طول اول ما يقول ان انت مش طلاق ولا؟ خلاص في الاخيره، في الاخيره نصدقه. في الاخيره، في الاخيره. أيوه. هل المفروض ان انا اصدقه على طول طالما قال ان انت مش طلاق؟ خلاص نعم. طب الزهار المعلق اللي هو تحرم عليه زي امه واختي ما تمسك موبايل تاني. كفاره زهار. عليه كفاره زهار. كفاره زهار. نعم. طيب في الطلاق المعلق، هل اخذ برأي ابن تيميه في الطلاق المعلق يعتبر رأي شاذ؟ لا مش شاذ. لان في شيخ بيقول لي ان كده يبقى حرام، لازم اخذ بالاحوط. لا لا لا، ليس علي الاحوط. لا ليس بشاذ. ماشي. طب هو كفرت الزهار لو قعدت عمره 60 مسكين خلاص كده؟ لا، اذا كان يستطيع الصيام صام اولا. هو بيصوم رمضان بس قال انا مش هصوم في 60 يوم. اذا كان قوي يستطيع الصيام صام يا اختي، لا يتجه الى الاطعام الا عند العجز. نعم. يقول السائل ما حكم تارك الصلاة بلا عذر؟ تارك الصلاة بلا عذر إن كان تركها جاحدا لها فهو كافر، إن كان تركها متكاسلا فهو مرتكب لكبيرة. ما تقول في إمام قرأ الفاتحة ثم أتبعها بالفاتحة ثم ركع في صلاة الجمعة، الصلاة صحيحة وخالف السنة؟ أما كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس، قبل أن يجامعها يصوم شهرين متتابعين، ولا في المفترض أن يحرر الرقبة لكن الرقاب غير موجودة، فننتقل إلى صيام الشهرين متتابعين قبل الجماع. إن عجز عن صيام الشهرين المتتابعين قبل الجماع أطعم 60 مسكينا، والله أعلم. هل يجب على الحائض الاغتسال إذا مرت بالميقات؟ يستحب لها ذلك. أما إذا كانت انقضت حيضتها وراءة الطهر تلزم بالاغتسال. قال أبي مريض، هل يشترط في الحج تحسبا إذا حدث ولم يكمل؟ هل أشترط معه؟ أبي مريض، هل يشترط في الحج تحسبا؟ له أن يشترط ولك أن تشترط معه، يعني أن تقول عند الميقات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا أو عمرة، أو عمرة في حج على الذي تختار، ثم تقول اللهم محلي حيث حبستني، تعني يا ربي سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. بقول لحضرتك أنا في مكان اسمه قليص، ده بين جدة ومكة، وفي وقت العمر لما كنت بروح أعمل عمرة بأحرم من مكاني، فدلوقتي أنا عشان أروح أعمل حج
طبعا في تشديدات شديده في عدم الدخول بالاحرام الا مع تصريح، وانا لم احصل على تصريح. فانا دلوقتي هروح امشي بلبسي العادي، وهنمشي مثلا من يوم 5 ذي الحجه، فهنروح في قرايبي هناك في مكه، فهنروح نجلس عندهم الى ان ياتي يوم 8. فالمفروض انا اعمل ايه، وايه المفروض يتم معايا كمناسك، وبدايه المناسك ازاي؟ يعني الاولى ان تسعى لاستخراج التصريح، عجزت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اردت ان شيئا اخر فلك ان تهل من الميقات، تهل من مكانك الذي انت فيه بين مكه وجده، تهل من مكانك الذي انت فيه ولو بملابسك، لكن سيكون عليك اطعام 6 مساكين او ذبح شاة او صيام 3 ايام، والله اعلم. يقول أخ السائل: هل تأليف الروايات حرام وإن كانت ذات مغزى يفيد الدين والمجتمع؟ أقول بحسبها، والتفصيل فيها لا بد منه، وفقك الله. ما حكم لبس الشرط تحت ملابس الإحرام حتى أحافظ على نظافة الإحرام وطهارته بسبب وجود خراج مزمن ينزف أحيانا دما وأحيانا صديدا، وأخذت بالأسباب ولم أشفى؟ إذا لبست الشرط عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، وأنت في كل ذلك على التخيير مخير، والله أعلم. يسأل سائل عن معنى الاشتراط في الحج. قل معنى الاشتراط في الحج أو لفظه أن تقول: اللهم محلي حيث حبستني. فإذا منعت من الحج فلك أن تتحلل في المكان الذي منعت فيه من الحج. أما إذا لم تكن اشترطت فسيكون عليك دم يذبح قبل أن تتحلل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. لو سمحت يا شيخ عندي كام سؤال. اتفضل. في كفارة اليمين لو سمحت. لم اكن اعرف مساكين، لما كنتش اعرف مساكين يعني قبل كده. نعم. ما كنتش اعرف مساكين قبل كده يعني. في مشروع كرتونة رمضان اللي هو بتوع الفقراء والمساكين، طلعت حق الكفارة للمشروع ده بنية ان انا اطلعها كفارة، هل هذا يجوز؟ السؤال غير واضح. لو سمحت يا شيخ، كفرت اليمين. نعم. ما كنتش اعرف مساكين قبل كده يعني. ما كنتش تعرف ايه؟ مساكين. لم تكن تعرف مساكين. ايوه، فبتاع مشروع كرتونه رمضان اللي الجامعات الخيريه بيوزعوها على الفقراء والمساكين. طلعت حق الكفاره كنيه للكفاره للمشروع ده. الذي هو كراتين توصل للفقراء او ماذا؟ ايوه كراتين توصل الفقراء والمساكين. نعم. خلاص لا شيء عليك، اذا كانت توصل الفقراء ويطعموا اطعام فلا باس، بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ. نعم. هل يجوز اغتياب الحاكم الظالم واعوانه اللي بيقتلوا الناس؟ هل يجوز ايه؟ اغتياب غيبه للحاكم الظالم واعوانه. اغتيال، الله يهديك بس. طيب، يقول أخ السائل: حجزت للحج على يوم 9 من ذي الحجة يوم عرفة، لم أجد مواصلات إلا ذلك، هل لي أن أذهب إلى عرفات دون الذهاب إلى مكة؟ أقول: نعم لك ذلك، ولكن سيكون الحج مفردا حينئذ، والله أعلم. ستكون مفردا بالحج حينئذ، والله أعلم. ومن الدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه. قال عليه الصلاة والسلام:
من صلى معنا الغداء بجمع، يعني من صلى معنا الفجر بمزدلفة، وكان قبل ذلك قد وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد تم حجه وقضي تفثه، والله أعلم. سائل يسأل يقول: أذن علي الظهر في بلدي، ولكني ولما أذن علي الظهر في بلدي ما صليته لكوني كنت مسافرا، فصليته في طريق السفر، هل أصليه قصرا أم أصليه تاما لأنه دخل علي في بلدي؟ أقول وبالله التوفيق إن العبرة بوقت الأداء، فإذا أديت الصلاة وأنت على سفر صلها قصرا، ليست العبرة بدخول الوقت، بدليل أنك إذا رجعت أيضا من السفر وكان وقت العشاء قد حل عليك في الطريق ولكنك ما صليته إلا في بيتك، فإنك تصلي أربعا، لأن العبرة بوقت أداء الصلاة ليست بدخول الوقت، والله أعلم. يقول الأخ السائل: هل يجوز لي أن أغتسل وأتوضأ في بيتي ثم أذهب وألبس ملابس الإحرام وأتجه للطائرة، ولكن لا أهل إلا عند الميقات قبل جدتي بنحو ربع ساعة؟ نعم يجوز لك ذلك، والله أعلم. السائل يسأل عن شخص فاتته صلاة الوتر، متى يصليها؟ قولان للعلماء: إما أن يصليها بعد طلوع الشمس ويصليها مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، أو يصليها إذا ذكرها على النحو الذي كان يصليها لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا ابني في قلب. نعم. وكنت بس عايزة حضرتك تدعي له بس إن ربنا يخرجه من المشكلة اللي هو فيه بس. الله يفرج كربه ويفرج همه يا رب. اللي هو بيده. السائلة تسأل: هل يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي الذهب؟ نعم يجوز للمحرمة أن تلبس الذهب، يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الذهب، ولا دليل يمنع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة يا رب. وياك يا مسلم. حضرتك دلوقتي في واحدة توفت وسايبه 50,000 جنيه، تمام، وما عندهاش اولاد. نعم. ما عندهاش الا غير بنت واحده بس، يعني مش مخلفه صبيان، مخلفه بنت واحده بس، وليها اخوات بنات واخ واحد، يعني اخوات بنات اللي هم اخوات المتوفين. البنت ستاخذ النصف والباقي للذكر مثل حظ الانثيين من الاخوات. ما احنا بس انا عايز اعرف التقسيمه تمشي ازاي عشان خاطر هم يكونوا عارفين حقهم ايه وبنتها تبقى عارفه حقها ايه. البنت حقها 25,000 جنيه نصف. طبعا. ان كانت واحده فلا النصف. طب انا هقفل واكلم حضرتك من التلفزيون، مش اسمع حضرتك من التلفزيون. البنت لها 25,000 والاولاد للذكر مثل حظ الانثيين اخوانها، والله اعلم. السلام عليكم. يقول اخو السائل: هل ورد حديث ثابت في النوم مستقبل القبلة؟ اقول وبالله التوفيق لم اقف على اي خبر ثابت في هذا الباب، اعني في باب النوم مستقبل القبلة. اما النوم على الشق الايمن فالاحاديث فيه ثابتة، أما مستقبل القبلة لم أجد فيه حديثا، وقد قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
للذي يرى رؤيا مفزعة تحول عن جنبك الذي كنت عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله العظيم الحليم، فذكر الحديث والتعار هو التقلب مع كلام، والله أعلم. سائل يسأل قائلا: هل ورد عند الوطاس، عفوا عند التثاؤب، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يرد ذلك، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليقظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت شيخ مصطفى، نعم، حضرتك أسأل سؤال. تفضل. دلوقتي حج النافلة أفضل ولا توزيع المال على الفقراء والمرضى هنا في مصر؟ كله مستحب، لكن إذا كان الفقراء معدمين فأعطيهم، هم أولى. أما إذا كان الفقراء متماسكون إلى حد ما فتنفلي بالحج أيضا، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والنبي يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. هو لو في بالنسبة لزكاة عروض التجارة، ما لا يعني حضرتك لو في صيدلية يعني الأدوية التي فيها يعني إيه تقدر، هل لابد الناس تبرز تجرد الأدوية بدقة حتى تقدر الزكاة بدقة، أم ممكن إخراج زيادة بنية إن هو يعني مثلا عامل سابق كان مثلا الزكاة 10,000 والأدوية تتغير من عامل لآخر، فهل ممكن يعني هل ويشق الجرد يعني مثلا باستمرار، فهل ممكن إخراج بالزيادة بنية إن هو لو ما زاد صدقة ولو كان يعني يجوز يجوز ذلك؟ يجوز يجوز بالتقدير بس على شرط الزيادة يعني يجوز. نعم. طب بالنسبه لشيخ سؤالين اخرين سريعا يا شيخ، بالنسبه للمرضع هل يجوز ده ان تفطر في رمضان ثم بعد كده تخرج للسجده، ام لابد عليها القضاء؟ ان عجزت تفطر وتقضي بعد ذلك، ان عجزت عن الصيام عن المرضع افطرت واعادت بعد ذلك. طب هل تنزل الفدية يعني فدية طعام مسكين بحيث أن هي يعني هذا رأي أراه ضعيفا، إطعام المساكين بدلا من الإعادة أراه ضعيفا، فما دامت تستطيع الإعادة والقضاء أعادت وقضت. نعم. سائل يسأل عن رجل قال لامرأته: يحرم علي أن تدخل أمك علينا البيت، وأراد أن يرجع، ماذا يصنع؟ يكفر كفارة يمين لقوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله أعلم. السائلة تسأل عن تركيب الرموش الصناعية، حكمها؟ أقول بالله التوفيق: هذا فيما يبدو والله أعلم داخل في الوصل، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، والله أعلم. تسأل سائلة عن إزالة الشعر الذي في الساقين، هل يجوز لها أن تزيل شعر الساقين؟ نعم، يجوز لها ذلك إذا لم يترتب من وراء ذلك ضرر أو تبرج لأجانب، والله أعلم. يسأل سائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا رب. أرجو الدعاء لي بالشفاء يا فضيلة الشيخ. الله يعافينا وإياك والمسلمين والمسلمات.
حضرتك هل ليا سؤالين. السؤال الاولاني، هل ينفع ابن المراه ان يشهد عليها لما ابوه رجعها تاني؟ هل ينفع كشاهد يعني وهو سنه عدى 16 سنه؟ معه واحد اخر. معه واحد اخر لا باس، لان الله قال واشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يقيد بقريب او بعيد. طب السؤال الثاني حضرتك يا فضيلة الشيخ، هل بالنسبة للأضحية، هل لو مثلا الزوج مقتدر بس هو بخيل مش عايز يطلع أضحية، هل ينفع الزوجة تطلع أضحية بنية الأضحية اللي ليه ولأسرته؟ يجوز. شكرا، بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. يسأل سائل، هل يجوز التضحية ب البقرة العشراء، يعني بقرة عشر حامل؟ نعم يجوز التضحية بذلك، يجوز التضحية بذلك. يسأل سائل عن الخبر الذي ورد في الجمل أنه يجزي عن عشرة أشخاص، هل ثبت؟ أقول بالله التوفيق، معارضه أقوى منه، وهو أن الصحابة كانوا يشتركون عشرة، عفوا سبعة في بقرة أو سبعة في بدن، في بدنة، وهذا الذي عليه الجمهور. أما كون الناقة تجزي عن عشرة ففي السند رجل لا يتحمل مثل هذا الخلاف، والله أعلم. شخص أتاه نزيف من الأنف وقال الطبيب لابد من الكي، كي مكان الجرح حتى يقف النزيف. أقول إذا لم يكن هناك وسيلة إلا ذلك جاز، وإلا فإذا كانت هناك وسيلة فالأفضل سلوكها لما ورد في النهي عن الكي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. بفضل الشيخ. الحمد لله. ما آخر وقت لطواف الإفاضة؟ يعني هل هو الأربع أيام طول عيد ولا ممتد لآخر ذي الحجة؟ يمتد لآخر ذي الحجة. يمتد لآخر ذي الحجة، لأن أنت تنزل الحجة يجوز أن يطوف الحج طواف الإفاضة؟ أي يجوز. جزاكم الله خيرا. لآخر ذي الحجة وإياكم. كنت بسألك فضيلتك إن الإعادة بتاع البرنامج ما يكونش وقت صلاة الجمعة، نتمنى يكون وقت مبكر، يعني بحيث يعني إيه ان احنا نسمع ان شاء الله. والله الاخوه هم سامعين في الكنترول في غرفه التحكم. انت لسه بلغتهم، جزاك الله خير. الله يكرمك، انا ما ادري عن وقت الله يهديهم. بس تفضل. يسال سائل، هل يجوز تاخير طواف الافاضه مع طواف الوداع؟ نعم يجوز ذلك، لكن الاجر اقل، فمن طاف طوافين ليس كمن طاف طوافا واحدا، وعليك أن تنوي الإفاضة أثناء دمجها مع الوداع، والله أعلم. هل يلزم الدعاء الطويل على جبل الصفا؟ أقول هذا يستحب، يستحب، وإن لم تدعو جاز، لكن يستحب لك أن تدعو دعاء طويلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا عندنا شاب إمام خطيب، يعني طول عمره ملتزم ومعروف إن هو ملتزم في البلد في القرية اللي احنا فيها، ودلوقتي حماه خد مراته منه من 7 شهور وحجزها، عندك هتروح زيارة أصلا لأبيها فحجزها، ونبعت ناس ونقعد قعدات مفيش فايدة، عايز يطلقها منه ليه؟ عشان فكره، وهو فكره لا منتمي، واكثر 100 مره هم عارفين ان هم ما منتميش لاي جماعه، وهو طيب. يعني ايه المطلوب؟ الحمد لله. ما المطلوب؟ حاجتها، وعايز عايزينه يطلع على المنبر، بيقول قال الله وقال الرسول، عايزينه يطلع على المنبر ويشتم على فئه معينه من الناس، وحاجتها الى الان البنت متمسكه بيها فضيله الشيخ، بعد 7 شهور الى الان متمسكه بيه وتقول مش هتطلق لابيه، وهو بيقفل عليها يعني عفوا الولد على دين
وزوجته تريده. أيوة يا فضيلة الشيخ. طيب تذهب إليه، المشكلة ما ذهب ليهم كتير وبعتنا ناس ما فيش فايدة. البنت تذهب دون إذن أهلها. قافلين عليها يا فضيلة الشيخ، قافلين عليها وخدها حبسينها يعني. دخلوا ناس من أهل القرية، قدموا فيهم بلاغ للشرطة. ماذا نصنع؟ دخلنا ناس يا فضيلة الشيخ كتير. لا أنا بقول هذا يجوز يعني؟ لا ما أصل كما قال القائل، قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. هذا لا يجوز، لكن ما السبب؟ ما الحامل لهم على ذلك؟ يا فضيلة الشيخ هو احنا بيتنا بيتقفل من العشاء يتفتح الفجر، لا بيطلع لا 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 وانت من اي جماعه ولا اي شيء. خلاص اذا كان ما انا قلت لك، اذا كان بالتوصيف الذي ذكرته البنت تتحين اي فرصه وتخرج من البيت لزوجها، او ادخلوا ناسا طيبين من اهل البلده يسمعون المشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال حضرتك بس عن اسم كتاب يكون في علم العقيده لعلماء اهل السنه المعاصرين، بحيث يكون اسلوبه مبسط وينفع لتدريس الاسره، يعني مثلا لو واحد عايز يزكي اولاده يكون يعني مبسط في نفس الوقت يكون يعني وافي ومعلوماته دقيقه، وايضا في السيره النبويه يكون من المعاصرين يكون برضه يعني معلوماته دقيقه واحاديث صحيحه. ده بالنسبه. وفي معلش يا شيخ برضه عايز اسال حضرتك برضه على اللي هي هل ثبت يعني من ناحيه حديثيه يعني سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس ان هم افتوا بالفديه للحامل والمرضع، ان هي يعني لها رخصه الحامل والمرضع ان هي تفطر في رمضان وتسجد بحيث ان هو تتابع الحمل والرضاعه، فبيشق بشده اللي هو القضاء بحيث ان هو يعني ايه برضه اولاد مسلمين نتمنى ان هم يكونوا اقوياء البنيان، فتكتسب هذا الاجر وتفدي عن ذلك بالطعام، ولا هل ده سبب عن سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس ام لا يعني؟ لا لا انا ما انا فاهم كلامك، ما الكلام بالتركيز؟ ما ماذا تريد؟ يعني حضرتك انا اريد اسم كتاب في العقيده واسم كتاب في السيره النبويه. كتاب في العقيده وكتاب في السيره النبويه، هذا شيء. العلماء معاصرين من علماء اهل السنه المعاصرين اللي اسلوبهم يكون قريب يعني مبسط بحيث ينفع للتدريس في الاسره وللاولاد وكده، ويكون في نفس الوقت معلوماته دقيقه وشامله. اما العلماء المعاصرين في العقيده يعني ككتاب سهل، ان وجدته كتاب لشيخ اسمه الشيخ محمد بن جميل زينو في العقيدة الإسلامية، كتاب سهل وميسر، وكتاب للشيخ ابن باز أيضا ميسر في هذا الباب، لكنه ليس بكامل، ليس بكامل. كتاب في السيرة لعالم معاصر ما أدري، إلا أنهم يشيرون بكتاب الرحيق المختوم، لكن خذ الطبعة المحققة. السؤال الثاني ما هو؟ ما فهمت مرادك بعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ماذا تريد في شأنهما؟ بارك الله فيك. يسأل سائل هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تحية البيت الطواف؟ أقول لم يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن الرسول أنه قال تحية البيت الطواف، ولكن إذا أقبل الشخص إلى مكة ودخل الحرم يبدأ بالطواف، إذا كان قادما لحج أو عمرة يبدأ بالطواف، أما ما وراء ذلك إن كان من أهل مكة ومن سكانها وأتى للصلاة فلا يلزم أن يطوف. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال في امر الحج، يعني الحب يجي لي من اليوم من اول يوم يعني لغايه 13، من الاول للثامن بيبقى احمر يعني بني، واليوم الثامن البني. عفوا متى بدايته لو سمحتي؟ احمر. لا بدايته متى؟ ماذا؟ من اول يوم، ايه مش عارفه انا بحسب يعني كم يوم، 8 ايام. 8 ايام. بعد ذلك اليوم الثامن بقى بيبقى البني بني غامي، ويبدا من الثامن لل 13 الاصفر دوت يفتح وساعات يغمق لغايه يوم ال 13 ينزل لي بقى القصه البيضاء. يعني اذا يعني الحيض كده الحيض 13 يوما؟ لا ما انا بسال بقى هو كده يبقى 13 يوم ولا لغايه الثامن ده؟ هو احنا بنبني علامه الطهر اما القصه البيضاء او الجفوف. القصه البيضاء او الجفوف. طيب إذا كنت من أهل القصة البيضاء
وتعرفينها بوضوح ابني على القصة البيضاء. يعني من الثامن لل 13 بينزل لي اصفر يفضل يفتحه بعد كده يغمق. خلاص المهم ينقطع الدم تماما وطرينا القصة البيضاء فابني على القصة البيضاء. اما ان كنت متشككة فهذا امر اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضلت الشيخ اني احبك الله. احبك الله الذي احببتنا له. تفضل. حضرتك كنت عاوز اسالك سؤال وعاوزك تريحني فيه. انا دلوقتي بعد الموضوع بتاع رابعه اللي حصل في رابعه في جماعه تبع حزب النور، حزب النور ده هل هو بيوالي الظالمين ولا ايه رايك انت؟ لان انا في اخ ماشي بيقول لي انت كده موالي للظالمين وانا واجب عليا خصم. لا تسالني عن الاحزاب وابتعد عن الاحزاب كلها وكن رجلا مسلما متاخيا مع كل مسلم تحب الشخص بقدر حبه لله ورسوله وتبتعد عن الشخص لبعده عن الله ورسوله اذا لم يقبل النصح والتذكير. بارك الله فيك. ولا انصحك باي حزب الا انك مسلم تؤاخي المسلمين كلهم والمحب منهم لله ورسوله المتبع منهم لله ورسوله تقترب منه والعاصي منهم لله ورسوله تذكره وتنصحه إن أبى ابتعد عنه. السلام عليكم. سائل يسأل يقول أمي تجبرني على أن أتزوج بنت خالتي أليست لي رغبة فيها؟ هل أكون عاقا إذا خالفت أمي وتزوجت غير بنت خالتي؟ لا تكون عاقا وليس من حق الأم أن تجبر ابنها على الزواج بمن تحبها هي، إنما الولد يختار نفسه ذات الدين ذات الدين وذات الخلق الكريم كما قد ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أب كتب كل تركته لولد من أولاده والولد شأنه شأن سائر إخوانه إلا أن الوالد يحبه حبا عظيما، هل يجوز أن نرفع قضية على الوالد بعد أن يئسنا من إقناعه حتى يعدل؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك، فهذا سفه وخلاف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمعت كنت عايز اسأل عن قيام الليل، يجوز صلاته يعني قبل نصف الليل؟ نعم يجوز قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو أنا صاحية لغاية بعد نصف الليل مش حرام علي لو صليته قبل نصف الليل؟ يجوز أن أن تقوم الليل من بعد العشاء إلى الفجر. أي نعم. شكرا يا شيخ. عفوا. هل الاغتسال من الجنابة من خصائص الأمة المحمدية أم كان في الأمم السابقة؟ لم أحرر المسألة تحريرا دقيقا، والأقرب إلى النفس الآن أنه كان في الأمم السابقة أيضا، كان في الأمم السابقة أيضا، فقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قالوا من الأمانات الغسل من الجنابة، أي يا أرض يا سماء تكلفي تكاليف شرعية إذا فعلتها تثابي وإذا تركتها تعاقبي، أبت الأرض فحملها الإنسان، فهي التكاليف الشرعية والتي منها الغسل من الجنابة، فهذا الظاهر والله أعلم. يقول دخلت صلاة العصر وقد سبقوني بركعة، أقرأ بالفاتحة والسورة أم بالفاتحة فقط؟ المسبوق إذا قام يقضي ما قد فات، هل يقضيه بصورة بعد الفاتحة أم بالفاتحة فقط؟ الأمر في ذلك واسع، والأظهر أنك تقضيها بالفاتحة على رأي الأكثرين والله أعلم.
لكن ليس على سبيل الإيجاب. يقول: شخص نذر صيام شهر عند حدوث شيء ما، وعندما علم أن النذر فيه نهي صام الشهر قبل حدوث ما ينتظره، هل عليه الصيام مرة أخرى أم لا؟ ليس عليه الصيام بعد ذلك لجواز تقديم الكفارة قبل الحنث، والله أعلم. يقول: ذهبت إلى العمرة في رمضان وانتهيت من الطواف وأذن المؤذن للظهر وصليت وطفت بعد الصلاة، كيف؟ يقول: ذهبت للعمرة وانتهيت من الطواف وأذن الظهر وصليت وطفت بعد الصلاة وتحللت، لعله يقول وسعيت بعد الصلاة وتحللت، وذهبت إلى الفندق ووجدت نقطة دم مع العلم أنها ليس ميعاد الحيض، هل العمرة صحيحة إن كانت نقطة دم وليس في وقت الحيض وليس لونها لون دم الحيض فالعمرة صحيحة، والله أعلم. يسأل: هل نهى الرسول عن إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لم يرد نهي عن ذلك، وإنما حدد النبي الأصناف، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، والله أعلم. يقول: لم أفهم المسألة التي سئلت الأسبوع الماضي، خدمة الزوج كيف تكون مستحبة؟ أوامره على الوجوب أم الاستحباب؟ أوامره منها ما على الوجوب إذا دعا المرأة إلى فراشه، ومنها ما على ما هو على الاستحباب كغير ذلك. أقول مكررا: خدمة المرأة لزوجها عند الجمهور على الاستحباب ليست على الإيجاب. نعم قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لكن الجمهور على أنها على الاستحباب، والله أعلم. يقول: أريد أن أعرف إذا أحس المسلم بشيء في الصلاة، إذا أحس بشيء في بطنه ولم يخرج من الدبر لا يخرج من الصلاة، أما إذا خرج من الدبر فسمع صوت أو وجد ريح عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا عايز أسأل سؤال. تفضلي. أنا زوجي متوفي وأنا بدعيله بالرحمة وعملت له حجة، فهل الحجة دي تغفل لي أن كنت عصيته في حاجة وهو عايش؟ إن شاء الله مع الاستغفارتك في هذا وسعك، وربنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فلا تيأسي من رحمة الله وكثيري من الاستغفار له. بارك الله فيك. يقول: ما حكم بناء معابد للبوذيين في بلاد المسلمين؟ لا يجوز ذلك ويحرم ذلك. يقول: زوج حلف على زوجته يمين الظهار منذ 10 سنوات، وحتى الآن لم يصم الشهرين ولا أطعم، والحياة مستمرة بينهما ولم يمسها. إذا لم يمسها لا إشكال، لكن هذا فيه إضرار بالزوجة، فعليه أن يكفر وأن يقبل على زوجته. بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة بعد ركعة الوتر إذا أحس الشخص بحاجته للصلاة؟ نعم تجوز، ويصلي مثنى. ما الوضع الصحيح اليدين في الصلاة؟ الوضع الصحيح اليدين في الصلاة وأنت قائم قبل الفاتحة أن تضع اليمنى على اليسرى، لكن على الصدر أو فوق السرة أو في تحت الجنب كل ذلك لم تثبت به أخبار، إنما الثابت حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، أما زيادة على صدره فضعيفة. وكذلك حديث سهل بن سعد الساعدي، أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة غير مقيد بموضع لليد، والله أعلم. يقول: كثيرا ما أنسى، أسجدت سجدة واحدة أم سجدتين؟ ما العمل؟ ركز، وإذا شككت فابني على الأقل واسجد للسهو بعد التسليم، والله أعلم. قل: هناك سؤال أخته كثيرة الاستماع للأغاني الأجنبية، وأنا أتأذى من ذلك وأنصحها كثيرا، لكنها تحب هذه الأغاني، قد استحوذت على قلبها. عليك تأدية النصح ومواصلة النصح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. هل الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ نعم، ركن فيما يتعلق بالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا. يقول: هل يجوز الجمع بين العقيقة والتضحية في خروف واحد؟ لا يجوز ذلك، والله أعلم. امرأة، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم مولانا، عندي فتحة وعادي بالدقيقة وهي مش موافق لي بالدقيقة. نعم عندي فرح. السلام عليكم. فرح؟ عندي فرح. نعم عندك فرح وتريد أن تستأجر دي جي وأبوك غير موافق؟ أبي مش موافق. الله يجازي أباك خيرا ويتوب عليك ويهديك، فأبوك رجل طيب صالح، اسمع كلام والدك. يقول السائل: امرأة مرضع وقضت فترة النفاس ولا يزال ينزل عليها دم الحيض في فترة الرضاعة، فنزل عليها دم في رمضان ولم يتبين لها هو نزيف أم حيض، فصامت بعض الأيام وأفطرت بعضا، وبعد ذلك تبين أن هذا نزيف، إذا كان نزيفا فصومها صحيح، أما إذا كان حيضا فعليها إعادة صيام تلك الأيام، والله أعلم. يسأل سائل يقول: هل يجوز أن أعطي أختي المطلقة من زكاة مالي؟ نعم يجوز أن تعطي أختك المطلقة من زكاة مالك إذا كانت فقيرة من أهل الاحتياج، إذا كانت من أهل الاحتياج جاز لك إعطاؤها، بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها قناة موفقة مباركة ميمونة، اللهم آمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أحيط الجميع علما بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والذي يدعي أن الله له ولد كافر مخلد في النار. وكذلك أذكر نفسي والمسلمين بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه، لا يكشفه السيد البدوي ولا يكشفه رسول الله ولا يكشفه أحد سوى الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأذكر الجميع بأنه يجب أن يكون مردنا دائما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بهذا القدر أجتزي سائلا الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة خير ورشد وتعليم للناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.